إلى موضوع آخر الآن، ومن حرفي بسيط إلى مستثمرة ناجحة بدعم من الوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة. هكذا استطاع السيد محمد أن يحافظ على ما ورثه عن أجداده وفق ما يخدم قطاعي الصيد والسياحة بالبلاد. التقرير لسوريا شعلان. قبل نحو 30 عاما كان بناء القوارب وإصلاح السفن مجرد مهنة ورثها عن أجداده، ليحولها السيد محمد إلى مشروع استثماري ناجح قبل 6 سنوات من هذا التاريخ. نورمال بديت أنا وواحد صاحبي، بدينا بالعقل، بعد قال لي نديرو كناك، قلت له إيه. بدينا درنا قرض من عند الكناك، بعد خدمنا والحمد لله صافا. بين الأمس واليوم تغيرت المهنة كثيرا، هكذا يرى مرزاق، واحد من بين 10 شباب ناشطين بهذه الورشة. جهد واحد، هذه الخدمة لازم واحد يحبها، واحد اللي ما يحبهاش ويستان بون ميتي. برك واحد قال لي تيبي ديجا حبوا يتعلموا، ما يحبوش يتعلموا، يحبوا دراهم تمتم. لازم واحد يساكريفي منا، استان ميتي بور لافينير. في اوروب تيبي دي فام يخدموها. أن يحجز محمد مكانا لمنتوجاته في الأسواق العالمية إرادة تكبحها عدة عراقيل حسبه. التوانسة كانوا يصدرونا، المصريين كانوا يصدرونا هنايا، وفي في في مكان والو ما يخدموش معنا في الربع، كانوا يجيبوا لنا سلعة لهنا ويدخلوها لهنا، كارثة. بصح باش انت تصدري ما جاتش فكره، وما عنديش باش جاتني فكره هكذايا، بصح ما عنديش كيفاش لي مويان باش نقدر نلحق لهذاك. هي صناعة نادرة، قل متقنوها وكثر البزنسية بها، غير أن محمد واحد من القلائل الذين ضربوا أحسن مثال عن حرفي ومستثمر جمع بين المحافظة على مهنة الأجداد والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.